الرحيم، مع حضراتكم مهندس فارس حرب. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن مقدمة عن كورس الاوتوكاد 2D. اول حابب اعرفكم يعني ايه برنامج الاوتوكاد، وبعد كده نتعرف شوية عن الكورس. برنامج الاوتوكاد هو اختصار لكلمة اوتوماتيك كمبيوتر ايديد درونج. اوتوماتيك كمبيوتر ايديد درونج يعني الرسم بمساعدة الحاسب الالي. يعني ايه برضو برنامج الاوتوكاد ده؟ عبارة عن لوحة رسم كبيرة قوي ومعاها شوية الادوات اللي بتساعدك ان انت ترسم. طيب انت بقى بتحدد انت عايز ترسم ايه، فده معناه ان برنامج الاوتوكاد مش متعلق بدراسه معينه، يعني ملوش علاقه انت خريج ايه او انت معاك كليه ايه او مجال شغلك ايه. هو عباره عن لوحه انت بتحدد الحاجه اللي انت عايز ترسمها ايا كان تخصصك اللي هتشتغل عليه، فده برضو معناه ملوش علاقه بمستواك، ملوش علاقه باي حاجه قبل كده. برنامج الاوتوكاد يعتبر منهج كده في ذاته تبتدي تمشي عليه وتفهمه واحدة واحدة، وان شاء الله بنهاية الكورس تكون وصلت المستوى انك تقدر ترسم اي لوحة مهما كانت شكلها ومهما كان التخصص بتاعها. طيب احنا في خلال الكورس ده هنشتغل ازاي مع بعض؟ مبدئيا انت في الفيديوهات الموجودة اللي انت هتشتغل عليها بالاضافة الى المذكرة الشرح، هما دول اكتر حاجتين هتبتدي تشتغل عليهم، اكتر حاجتين هيساعدوك في انك توصل لمستوى الاحتراف. طب انا عايز احقق اعلى استفادة من الكورس ده، يبقى مبدئيا كده هتبدا تسمع الفيديوهات. وانت بتسمع الفيديو لازم تكون ايدك كده كشكول وقلم وبتكتب ورايا كل حاجه. طب ليه؟ اللي انت هتكتبه بايدك احسن من مليون مذكره هتشتغل بيها. يعني مهما انا اديتك مذكرات ومهما اديتك فيديوهات، اللي انت بتكتبه بايديك ده عمرك في حياتك ما هتنساه، وهو ده اللي هيوصلك لاعلى مستوى في البرنامج. طيب تمام، بالاضافه وانت بتسمع الفيديو تسمع حته وتوقف، تسمع حته وتوقف وتبتدي تطبق معايا وانا شغال. بعد ما بتخلص الفيديو خالص هتلاقي في الاخر بينزل لك تاسك هتبدا تعمله. عملت الحاجتين دول، انك تسمع الفيديو وتطبق وتكتب ورايا وبعد كده حليت التاسك، عملت الحاجتين دول هتقدر في نهايه الكورس ان شاء الله تكون قدرت توصل لاعلى مستوى من مستويات الاحتراف في برنامج الاوتوكاد. دي برضو بعض الرسومات عايز اوريها لك اللي احنا هنشتغل عليها خلال الكورس. الرسومات دي بتاع الطلبه، خلصت الكورس معايا ده كده شويه منها. طبعا مش كده بس، احنا هناخد كمان رسومات اكبر من كده بكتير بالمنظر ده. طيب عشان اقدر ارسم الرسومات الجميله قوي دي اللي احنا شايفينها لازم تمشي في الحاجتين دول، عشان ما تحسش ان الموضوع صعب. على فكره برنامج الاوتوكاد من اسهل البرامج اللي هتشتغل عليها في حياتك، يعني يكاد يكون كده اسهل من الوورد والاكسل، وده ان شاء الله اللي انت هتكتشفه من خلال الكورس. طيب تمام، نرجع بقى نتكلم عن برنامج الاوتوكاد نفسه. برنامج الاوتوكاد ده انتاج شركة اوتوديسك، احد اكبر الشركات في مجال صناعة البرامج الهندسية. اول انتاج لبرنامج الاوتوكاد كان من زمان جدا، من سنة 84. كل سنة بدأ ينزل له اصدار، بس يعتبر الكمبيوتر او الاستخدام العام للاجهزة ابتدى مع اصدار الويندوز سنة 2000، يعني اول فيرجن حقيقية نقدر نقول الاوتوكاد سنة 2000. كل سنة لحد النهاردة هما بينزلوا نسخة جديدة، احدث نسخه اللي هنشتغل عليها اوتوكاد 2020. طيب هل دلوقتي لو انا اشتغلت على اتدربت على نسخه مش هعرف اشتغل على القديم او العكس؟ لا طبعا، الموضوع عادي خالص. كل النسخ هم كل الحكايه ان كل سنه بينزلوا فيرجن، بيعملوا بعض التحديثات الخفيفه، يعني غيروا في لون اللوجو، غيروا في الشكل، غيروا في الصوره، لكن مفيش تغيير جوهري يمنعك من استخدام البرنامج. دي مقدمة بسيطة عن الكورس بتاعنا، وان شاء الله في خلال 12 محاضرة بتاع الكورس هنبدأ نفهم البرنامج واحدة واحدة وهنفهمه بالكامل بإذن الله. وكده تكون خلصت المقدمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.